العراقيون يحتفلون باليوم الوطني وسط أمنيات بالتقدم والازدهار، والسوداني يؤكد أن العراق سيبقى ركيزة استقرار وازدهار للمنطقة. في حفل تأبين الراحل مام جلال، السيد الحكيم يستذكر الراحلة ويدعو لتوفير فرص عمل للشباب وحل أزمة شح المياه والزراعة. الخميس من كل أسبوع هيئة التقاعد تحدد موعدا لمقابلة المواطنين، وأكثر من 600 ألف أسرة شملت بالرعاية الاجتماعية منذ تشكيل الحكومة. العراق يدعو إلى استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، ويفتح الباب أمام روسيا للمشاركة في طريق التنمية الحيوي. احتفل الشعب العراقي باليوم الوطني لجمهورية العراق وسط أمنيات بالتقدم والازدهار ودوام نعمة الاستقرار. يشار إلى أن العراق نال استقلاله في 3 تشرين الأول عام 1932، وتحرر من الانتداب البريطاني، حيث وافقت الجمعية العامة لعصبة الأمم في هذا التاريخ على قبول العراق عضوا في عصبة الأمم بناء على طلب الانضمام المقدم من المملكة العراقية آنذاك بتوقيع رئيس الوزراء الأسبق نور السعيد في 12 تموز عام 1932، ليصبح العراق أول دولة عربية تنضم إلى هذه المنظمة الدولية آنذاك. يمثل اليوم بل يوم 3 تشرين الأول رمزا لسيادة العراق ورفضا لأي نوع من أنواع الهيمنة الأجنبية، فضلا عن أنه يمثل اعتداد العراق بنفسه وقدرته على إدارة نفسه وثرواته. المزيد في التقرير الآتي. جهاد ونضال كبيران خاضهما الشعب العراقي في ظل الاحتلال البريطاني منذ عام 1917، ليتكلل ذلك الجهاد بثورة عارمة عام 1920 غيرت مجرى الأحداث وصنعت تاريخا تعتز به الأجيال وتفتخر به الأبناء. تلك التضحيات أجبرت الاحتلال البريطاني على الموافقة لتشكيل حكومة عراقية عام 1921، لتتوالى بعدها خطوات العراق وصولا إلى نيل استقلاله وخروجه من الانتداب البريطاني في 3 تشرين الأول عام 1932. التاريخ هذا إذن يمثل نقطة مضيئة للتحرر من الهيمنة الأجنبية وعدم القبول بأي سلطة تفرض عليه من أي دولة كانت. وفي ذات الوقت يرمز هذا اليوم لاعتزاز العراق بسيادته واستقلاله مهما كانت الظروف والتحديات، فضلا عن أن هذا اليوم يكشف عن أسبقية العراق في بناء الدولة ومؤسساتها إذا ما تمت مقارنته مع دول عربية وإسلامية أخرى، وتجربته الرائدة في إدارة الحكم والاعتماد على إمكاناته والتحكم بخيراته وطاقاته. هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني الشعب العراقي بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق. السوداني ذكر في بيان له أن العراق كان دائما أرضا مشعة بمعاني الحضارة على العالم أجمع، مثلما كان البقعة التي يصنع فيها التاريخ وتسجل البشرية فيها خطواتها نحو التقدم، مشيرا إلى أن ظهور الدولة العراقية الحديثة وانضمامها إلى عصبة الأمم جاء استمرارا لهذا العنفوان الحضاري والثقافي الفاعل والمؤثر. وأضاف السوداني أن العراق سيبقى ركيزة من ركائز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة والعالم، وجسرا تتلاقى فيه الحضارات والثقافات، لافتا إلى أن العراقيين سيبقون صناعا مهرا للسلام والطمأنينة ومحاربين أشداء للظلام والتخلف، فيما أكد أن حكومته ستواصل العمل على أن يكون العراق هو الغاية والهدف، يتقدم على كل اعتبار ويسمو فوق كل ضرورة. من جانبه هنأ رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم بمناسبة العيد الوطني للعراق.
السيد الحكيم عبر في بيان له عن فخره بجذور العراق العميقة وتاريخه الغني بالتحديات والانتصارات، مشيرا إلى أنه يوم يذكر العراقيين بتضحيات الأجداد وصمود الأجيال التي عاشت وعانت وضحت من أجل استقلال هذا الوطن. وجدد السيد الحكيم بهذه المناسبة التزامه بالوحدة والتضامن والسعي المشترك نحو مستقبل مشرق للبلاد والشعب، فيما حث الجميع على العمل من أجل بناء عراق قوي يعمه الأمن والسلام والاستقرار، يتمتع جميع مواطنيه بفرص متساوية وحياة حرة كريمة. عرضت وزارة الخارجية بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق وثائق نادرة من أرشيف عصبة الأمم في جنيف بشأن هذا اليوم التاريخي. وتشير وثائق الجمعية العامة لعصبة الأمم المتحدة إلى أن قبول انضمام العراق إليها جاء بعد أن اكتسب العراق مقومات الدولة والتي تتمثل بالاعتراف الدولي ووجود حكومة مستقلة قادرة على أن تسير أمور الدولة وإدارتها بصورة منتظمة، وكذلك حفظ وحدتها واستقلالها وحفظ الأمن من كل أنحائها. وبينت الوثائق كذلك أن العراق كان أول دولة انضمت إلى عصبة الأمم بموجب المادة 22 من عهد عصبة الأمم الخاصة بالولاية والانتداب، بعد أن أصبح مؤهلا للخروج من حالة الانتداب البريطانية التي وضع فيها بعد انهيار الدولة العثمانية. هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بالعيد الوطني لجمهورية العراق، فيما أشار إلى أن هذه المسيرة المشرفة تستوجب تعزيز التكاتف وتحقيق تطلعات الشعب العراقي. رشيد وفي تدوينة له على موقع أكس قدم أطيب التهاني والأمنيات لأبناء الشعب العراقي بحلول مناسبة العيد الوطني، مستذكرا نضالات الشعب العراقي بجميع مكوناته لنيل حقوقه المشروعة والعيش بكرامة. فيما أضاف أن هذه المسيرة المشرفة تستوجب تعزيز التكاتف لترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في البناء والتقدم. من جانبها دعت هيئة الإعلام والاتصالات المؤسسات الإعلامية والصحفية إلى تكثيف الجهود لإظهار أهمية ذكرى العيد الوطني لجمهورية العراق. الهيئة دعت في بيانها المؤسسات الإعلامية كافة إلى تكثيف الجهود الإعلامية والصحفية وتناول أنماط برامجية مختلفة تظهر أهمية هذه الذكرى وهذا الحدث الكبير في تاريخ الدولة العراقية على المستوى الدولي، وهو اليوم الذي وافقت فيه الجمعية العامة لعصبة الأمم المتحدة على قبول العراق عضوا فيها ليكون عيدا وطنيا عراقيا. أقيم في العاصمة بغداد حفل تأبيني في الذكرى السادسة لرحيل رئيس الجمهورية الأسبق مام جلال طالباني. الحفل التأبيني حضره رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية. واستذكر الحاضرون سيرة الراحل في مواجهة الاضطهاد والديكتاتورية ومواقفه الوطنية التي ركزت على وحدة العراقيين. أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم خلال الحفل التأبيني بالذكرى السنوية السادسة لرحيل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني على الاحتفاء بالقائد الكردي الراحل تزامنا مع اليوم الوطني العراقي. نحتفي اليوم معا بذكرى رحيل المناضل الكردي والقائد الوطني والرئيس العراقي الأسبق مام جلال طالباني رحمه الله تزامنا مع اليوم الوطني العراقي،
وهنا يكون الحديث عن رجل تمكن بذكائه وفطنته السياسية والاجتماعية ووعيه العالي من الجمع بين ثنائية الدفاع عن المكون والوطن معا دون تناقض أو تعارض، فقد كان مام جلال رجلا صلبا مناضلا ومعارضا لكل الظلامات التي طالت الشعب الكردي العزيز، ولم يتخلى عن قضيته الحقة في إنقاذ بني جلدته من سطوة الجلادين. السيد الحكيم شدد خلال كلمته على أن أي برنامج انتخابي لا يتضمن كيفية توفير فرص العمل فهو خارج عن الخدمة، منوها إلى ضرورة النظر بمشكلة بطالة الشباب بعين كل محافظة على حدة. يجب النظر لمشكلة بطالة الشباب وكيفية توفير فرص العمل بعين كل محافظة على حدة كي نتمكن من المعالجة الحقيقية وتعميم تجاربها الناجحة. نعم، هناك آليات يجب تنفيذها على مستوى الحكومة الاتحادية أولاً، لكنها لا تقل أهمية عن الدور المحلي المؤثر في معالجة هذه التحديات ومواجهتها. إن أي برنامج سياسي أو انتخابي لا يتضمن كيفية توفير فرص العمل هو برنامج خارج عن الخدمة الواقعية، وسيكون برنامج شعارات وأقوال فحسب. لابد أن تتضمن برامجنا السياسية والانتخابية آليات واضحة وعملية لمواجهة هذا التحدي، فالإشارة إلى وجود المشكلة ليس حلاً كافياً، وإنما آليات المعالجة وأسقف التنفيذ هي الحل الوحيد والصائب. كما دعا السيد الحكيم إلى أهمية استثمار المياه الجوفية للزراعة في ظل المشاكل التي تعاني منها البلاد من شح المياه، مؤكدا امتلاك العراق الكثير من الأوراق السياسية للتفاوض في ملف مشاكل المياه مع دول المنبع. نواجه تحديا كبيرا في انخفاض مناسيب مياه دجلة والفرات، لكن لدينا مياه جوفية كبيرة لم تستثمر بعد. هناك توقع إيجابي كبير من قبل دول المنبع، لكننا أيضا نمتلك الكثير من أوراق التفاوض السياسية التي تجعل العراق في موقف قوي في التفاوض الدولي. وعودة العراق إلى مكانته الزراعية يجب أن تكون الهدف الأول لمسارنا الحكومي والخدمي، وكل ما يرتبط بهذا الهدف يجب أن يحظى بالأولوية في التشريع والتنفيذ. ومواجهة التصحر وأزمة المناخ يجب أن تكون من أهداف إعادة العراق إلى مكانته الزراعية المعهودة. أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أن الرئيس الراحل جلال طالباني عمل من أجل عراق ديمقراطي حر ومستقر. وقال رئيس الجمهورية خلال الحفل إن الراحل كان جزءا لا يتجزأ من العراق وكردستان، وترك إرثا تاريخيا كبيرا، ورحيله خلف فراغا كبيرا. أثبت مام جلال إنه جزء لا يتجزأ من شعب كردستان والعراق، فهو الرمز الكردي وعراقي وطني يفتخر به الماضي العراق وحاضره ومستقبله. قضى الراحل الكبير أكثر حياته متنقلا بين البلدان العربية والأوروبية وغيرها، حاملا معه الوطن قضية الكبرى، فأرعب بحمله الأمانة النظام السابق، وأصبح بهذا الجهاد الذي استمر عقودا طويلا أملا لبناء الوطن في حياة حرة كريمة ديمقراطية. وأثمر نضاله عن عراق ديمقراطي يقوم على التعددية والتداول السلمي للسلطة ويؤمن بالرأي والرأي الآخر. دعا رئيس الوزراء محمد الشيوع السوداني إلى حوار يعمل على استدامة استقرار إقليم كردستان والعراق. وقال السوداني في كلمة له في الحفل التأبيني إن الحوار الذي دعت له الحكومة دائم أنه السبيل نحو استدامة الاستقرار المنشود لأقليم كردستان. و
التفاحل الكبير على غرس لغة الحوار بين أبناء البيت العراقي بجميع توجهاته، وأن تزدان كل الخلافات مهما كثرت تفاصيلها بوافر من إرادة الإصغاء لبعضنا البعض والاعتصام بحبل الأخوة. وإني على ثقة بأن كل المشاكل التي قد تظهر بين ثنايا الظروف والتحديات الراهنة التي يواجهها إقليم كردستان العراق مثل ما تواجهها باقي أنحاء بلادنا، من الممكن حلها عبر روح التسامي والعمل على تغليب مصلحة شعبنا. فالحوار الذي ندعو له دائما هو السبيل نحو استدامة الاستقرار الذي نريده للإقليم، والذي ينعكس بالضرورة على استقرار العراق. حددت هيئة التقاعد الوطنية الخميسة من كل أسبوع موعد مقابلة المواطنين المتقاعدين. وقال وكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية حسام عبد الستار إنه تقرر أن يكون يوم الخميس موعدا لمقابلات المتقاعدين بدل يوم الثلاثاء من كل أسبوع بحضور رئيس هيئة التقاعد ماهر حسين رشيد، وكذلك وكيل رئيس الهيئة ومدراء الأقسام للاستماع إلى طلباتهم ووضع الحلول لمعالجتها. إلى ذلك، أعلنت هيئة التقاعد الوطنية أن العمل جار لإطلاق منصة خدمات المتقاعدين الإلكترونية على الهواتف المحمولة، فيما أشارت إلى المضي باستكمال الموافقات الأصولية للانطلاق نحو الأتمتة الشاملة. وقال معاون رئيس هيئة التقاعد حسام السعادي أن هيئة التقاعد ماضية بخطتها نحو التحول الإلكتروني الشامل لكافة أعمالها، حيث باشرت بتشكيل فريق عمل من المختصين والفنيين في مركز الحاسبة ونظم المعلومات التابع للهيئة لتحويل أنشطتها وأعمالها إلى إلكترونية بالتنسيق مع شركات القطاعين الخاص والعام. وأضاف السعدي أن الهيئة في طور استكمال الموافقات الأصولية من أجل الانطلاق نحو الأتمتة الشاملة وإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة. وعلى مدار السنوات الماضية لم تستطع الحكومات المتعاقبة إنصاف شريحة المتقاعدين. متقاعدون طالبوا الحكومة العراقية بتوحيد الرواتب وتحسين واقعهم المعيشي من خلال تعديل قانون التقاعد. حسين ياسي. سنوات عديدة مرت وحكومات تعاقبت، وما تزال شريحة المتقاعدين تنتظر بعين الأمل خطوة وصفت بالصغيرة لتحسين واقعهم المعاشي وإنصافهم بسلم رواتب يتلائم مع قسوة الحياة ويسد احتياجاتهم الضرورية. هاي الشريحة مهملة من قبل الدولة جدا لعدم وجود العدالة والإنصاف حقهم. فماكو تتميز، واحد خادم 40 سنة يطلون 400. هاي الشريحة بحاجة إلى دعم الدولة. أول ما تحتاج الدعم هي شريحة المتقاعدين، لأنه هذا المتقاعد إما كبير بالعمر وما معوق وما امرأة عجوز، فتستحق العناية. وبوجهة نظر أخرى، فإن مصير هذه الشريحة التي يتزايد عددها سنويا يقترن بإجراء تعديلات على قانون التقاعد داخل البرلمان ومعالجة الثغرات فيه، خاصة وأن سريان القانون الحالي قد أثر على هذه الشريحة وأدى إلى حدوث عدم إنصاف وتفاوت ما بين متقاعد وآخر من حيث الرواتب ومكافآت نهاية الخدمة. لازم يشرع قانون، هم البرلمانيين نفسهم هم ينتخون لهاي الشريحة بدون قانون ينتخون، يفزعون لهاي الوادي من الفقرة، رعاية ما رعاية، شبكة، متقاعدين. وفي سياق يتوازى مع هذا الملف، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا خلال الأسبوع الجاري قراراً يقضي بعدم جواز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتباً تقاعدياً خلافاً لقانون التقاعد الموحد. مقابل هذه المعطيات، أعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن قرب إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل ترويج المعاملات التقاعدية،
ومع أهمية ذلك، لكن الهم الأكبر يبقى هو تعديل سلم الرواتب. حسين ياسين، الفرات، بغداد. أكد فاضل الغراوي رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن أنصاف المتقاعدين والموظفين يمثل اختبارا حقيقيا للحكومة في تنفيذ الوعود التي أطلقتها في البرنامج الحكومي. وأضاف الغراوي أن الموظفين والمتقاعدين يعانون من عدم قدرتهم على سد احتياجاتهم الأساسية للمعيشة بسبب قلة رواتبهم وعدم كفايتها مع الارتفاع الكبير في متطلبات الحياة اليومية. وأضاف أن الدستور العراقي أكد على عدم التمييز وكفالة الحقوق، وبالتالي ليس من باب الإنصاف والعدالة التفاوت الكبير الحاصل في رواتب الموظفين والمتقاعدين. الغراوي طالب الحكومة العراقية بتنفيذ وعودها بإنصاف شريحة الموظفين والمتقاعدين من خلال إقرار سلم رواتب عادل ومنصف وتعديل رواتب المتقاعدين بل المتقاعدين كذلك. وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن الإطاحة بشبكتين لسرقة رواتب المتقاعدين والحوالات المصرفية. وقال الجهاز في بيان له إنه بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة وشكاوى حول وجود عمليات سرقة لرواتب الموظفين والمتقاعدين في محافظة بابل، باشرت مفارز الجهاز بتكثيف حملات البحث والتحري لملاحقة المجرمين، حيث تمكنت من الإطاحة بشبكة مكونة من 9 متهمين تقوم بسرقة رواتب الموظفين والمتقاعدين. وأضاف أن المتهمين ضبط بحوزتهم أجهزة خاصة بالسحب الآلي وطابعات وهواتف وشرائح واتصالات تستخدم في تنفيذ عملياتهم الاحتيالية على المواطنين. أشار إلى أن مفارز الجهاز تمكنت أيضا من تفكيك شبكة ثانية مكونة من 4 أشخاص متخصصة بسرقة الحوالات المالية المصرفية في العاصمة بغداد. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أنه تم شمول نحو 668,971 أسرة بإعانة الرعاية الاجتماعية منذ تشكيل الحكومة الحالية. قال الأسدي أن الوزارة أطلقت أكبر دفعة إعانة لشهر تشرين الأول، وضمت أكثر من 1,940,000 مستفيد من الحماية الاجتماعية، مضيفا أنه ستتم إضافة 37,000 أسرة في هذه الدفعة. وفيما يخص موضوع القروض، أعلن الأسدي أطلاق الوجبتين 37 و38 من القروض لنحو 5,714 مستفيدا وفق القانون الجديد. هذا وكان مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الرحمن عويد المنصوري قد أكد أن عدد المشمولين المستفيدين بالإعانة الاجتماعية لشهر أيلول الماضي وصل إلى أكثر من 1,900,000 أسرة. كما أعلننا سلفا أن عدد المستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية واللي تم منحهم إعانات في شهر التاسع كان أكثر من 1,903,000 أسرة. هذه الأسر تتقاضى إعانة من الحماية الاجتماعية. يضاف إليها الآن ما أعلن السيد معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللي من هم بدون خط الفقر اللي بلغ عددهم 52,081 أسرة. ستباشر هيئة الحماية الاجتماعية بكافة أقسامها الموزعة في محافظات العراق بإصدار البطاقات الذكية لهذه الأعداد. في المثنى ومع وصول معدلات الفقر لمستويات قياسية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول أكبر عدد من المستحقين برواتب الحماية الاجتماعية. محمود قاسم ولديه المزيد من التفاصيل. أكثر من 60,000 أسرة شملت بشبكة الرعاية الاجتماعية منذ بداية العام الحالي وإلى الآن،
زيادة لا تبدو واضحة إذا ما تمت مقارنتها مع أعداد العام الماضي والتي وصلت لأربعين ألفا. طالب جامعة وكل شيء ما عنده، أبوي يستلم رعاية 150 ألف، يعني من هاي الناحية يعني يريدهم يزودونها 300 400، ومن هاي الناحية ويزودون، يعني عندك هنا العطالة كثرت بالعراق، وخصوصا محافظة السماوة تفتقر إلى كثير من العمل. وأنا والله زلمة عاطل بطال شايب كبير، وهذا وكلها جهالي بالمدرسة بالابتدائية وبالثانوية وبالكلية، والله ما عندي قدرة إلهم. تدري واحد بأول متوسط بطلت يشتغل عمالة بس يعيشنا. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت حرص الوزارة على الاهتمام بالمحافظة وتوسيعة خططها لشمول أكبر قدر ممكن من أبناء المثنى. بالنسبة إلى محافظة المثنى والتي تعد من المحافظات الأشد فقرا في العراق بالإضافة إلى محافظة الديوانية، قد حظيت باهتمام خاص وتم بحث جميع المتقدمين للشمول بإعانات الحماية الاجتماعية، وليس هناك أي متقدم لم يتم بحثه، ولغاية الآن تم شمول 65 ألف أسرة بالإضافة إلى وجود ما يقارب من 50 ألف أسرة ينتظرون استكمال إجراءاتهم. ومن قناتكم الكريمة نعلن موافقة السيد الوزير على أن يبقى الشمول مفتوحا في المثنى لمن هم تحت خط مستوى الفقر، وبنهاية هذا العام سوف لن تكون هناك أسرة دون خط الفقر في هذه المحافظة وهي غير مشمولة بالإعانات الاجتماعية. وتشير مصادر مطلعة استرداد الكثير من الأموال لصالح الوزارة من المتجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية كالمتقاعدين والموظفين وغيرهم. من المثنى، محمود قاسم، الفرات. وللمزيد ينضم معنا من البصرة أمين وهب النائب السابق لمحافظة البصرة. بداية مساء الخير. يعني البصرة رئة العراق النفطية ومع ذلك تعاني من الفقر، أريد أسألك اليوم كيف من الممكن أن نفعل القدرات والإمكانات في المحافظة من أجل محاربة الفقر ومساعدة الطبقات الهشة؟ تفضل. أفضل ذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم وقناتكم الموقرة، مستمعيكم الكرام، كادر الفرات، حياكم. نعم، لعله أسلفنا قبل هذا اللقاء وتكلمنا عن هذه الشرائح وتكلمنا أيضا عن الحلول، والحلول مرة تذهب باتجاه قضية التعيين الوظيفي الدولة، والثاني في القطاع الخاص والاستثمار، وبالتالي القطاع الخاص والاستثمار لعله يأخذ أكثر من مساحة الدولة إذا فسح المجال أمام هذه الشرائح، وبالتالي يعني هي لا تنتهي تماما، يعني عدم الحصول على الوظيفة، ولكن تقلص هذه الأعداد إلى نسب كلش ضعيفة، وبالتالي هو انتعاش لأبناء البصرة والعاطلين عن العمل. يعني اللي تكلمنا عنه في البصرة هو الذهاب للقطاع الخاص واحتواء كل هؤلاء أبناء البصرة ودخولهم في مجالات العمل متنوعة. القطاع الخاص فيه يعني مصانع متعددة متنوعة، نتاجات متعددة، وبالتالي ضمن اختصاصاتهم ضمن الحرفة ضمن المهنة، مثلا هذه الحرف المهن الكهربائي اللي يشتغل في آلة اللحام، الميكانيك، هذه مهن وحرف شعبية يقدر يدخل بها مع التخصص مع جواز السلامة، يعني تهيئ الأرضية له وتحل المشكلة بالتمام. نعم، يعني السيد السوداني منذ أن تولى رئاسة الحكومة العراقية قام بوضع العديد من البرامج الحكومية منها لبغداد وكذلك للمحافظات، أريد أسألك اليوم البصرة كان لها حصة من هذه البرامج لدعم هذه الطبقات الهشة والفقيرة؟ أو حتى على مستوى الخدمات والإعمار؟ والله يعني على مستوى الإعمار لحد الآن لم تصل إلى البصرة أي مشاريع إضافية ما عدا ما يعني وضعته خطة محافظة البصرة أو وضعه السيد المحافظ أسعد العيداني في الفترة الحالية، والخطط السابقة التي صوت عليها مجلس المحافظة وهي قيد التنفيذ، يعني إذا استحصلت أموال من بغداد، وبالتالي لا أرى شيء يضاف إلى هذه المشاريع، وبالتالي المشاريع العملاقة الكبيرة مثل محطة التحلية وأيضا تعطي ماء آر وكهرباء في الفاو هي بصلاحية السيد رئيس الوزراء، ولحد الآن لم ترى النور.
توسعة الشوارع والحوليات أيضا هذه خاضعة للطرق الخارجية، وكذلك في بغداد يعني اتحادية، ويعني هذه يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، اعتبار البصرة فيها مصانع وفيها موانئ وفيها منافذ كثيرة متعددة، وبالتالي تحتاج إلى طرق وإلى جسور وإلى مقتربات وخطوط ناقلة، هذه يجب يعني باهتمام الحكومة الاتحادية دائما. لكن لحد الآن كما تفضلتم السيد السوداني لم يعطي أي مشروع جديد إلى البصرة. نعم، يعني أنت ذكرت أنه اليوم البصرة بها موانع، بها مصانع، معامل، إضافة لذلك أنه البصرة لها موقع استراتيجي كلش مهم، هذا يمكنها من توفير فرص عمل مهمة للشباب، رغم كل هذا فرص العمل ماكو، الأسباب وين؟ نعم، الأسباب العلاجات الحقيقية، يعني الآن المصانع المتوقفة هي سبب، و يعني وزارة الصناعة وزارة اتحادية مرتبطة بالحكومة الاتحادية، وبالتالي على الحكومة الاتحادية يعني مجلس رئاسة الوزراء أن يذهب بإعادة هذه المشاريع الكبيرة واستقبال يعني عدد كبير من الشباب لتوظيفهم في هذا القطاع، القطاع الصناعي، القطاع الحكومي، وبالتالي هناك قطاع الخاص وقطاع الاستثمار، إذا وجد تسهيلات والضمانات للمستثمر يأتي المستثمر وتحدد له المساحات ويعمل عليها. والقطاع الخاص هناك شركات متعددة عندها إنجاز في كثير من الأمور، والمواد الأولية أيضا موجودة في البصرة، وبالتالي نحتاج إلى حزمة قرارات وإجراءات وفتح فرص الاستثمار في البصرة استقطاب كل أبناء البصرة وإنهاء يعني هذه الشريحة التي لم تحصل على وظيفة وأن تعيش عيشة. سيد أمين، يعني شنو نوع التسهيلات اليوم اللي يحتاجها المستثمر في البصرة؟ يعني تعرفين المستثمر جايب أمواله يريد يوضعها في البصرة، الضمانات يعني هو الأمن، أن يكون البيئة آمنة حتى يكون هو مطمئن على أمواله واضحة في هذا المكان، والتسهيلات، التسهيلات هو قانون الاستثمار وهو قانون اتحادي، تعرفين كل هيئات مرتبطة برئاسة الوزراء، وبالتالي هي التي تضع القوانين لتسهيلها أمام المستثمرين. هناك عقبات كثيرة وكبيرة أمام المستثمرين يعانون كثيرا، يعني خصوصا اللي حصلوا على فرص استثمارية، لما نسألهم يقول احنا الروتين مأذينا، الروتين متعبنا، وبالتالي اكو عدة دول هي فاتحة ابوابها وعدها تساهيلها وعدها الضمانات، وبالتالي نقدر نشتغل، اما نجي للعراق ما نقدر نقدم بسبب الروتين. طيب، يعني اذا تكلمنا بجانب اخر، المتقاعدون، يعني الرواتب متفاوتة بين متقاعد واخر وكذلك موظف واخر، برأيك اليوم احنا نحتاج لإعادة النظر بتعديل سلم الرواتب؟ يعني أتكلم هنا عن البصرة بالذات وأنت أكيد. يعني قريب. نعم، قانون التقاعد هو قانون عام لا يعزل البصرة عن باقي المحافظات، وهو بالتالي قانون عام لكل موظفي العراق الذين مضوا يعني 25 سنة من أعمارهم، واللي وصلوا إلى الخدمة الحسنة يعني 40 سنة، هم بالتالي يذهبون إلى التقاعد. وبالتالي هذا القانون، هي هيئة التقاعد كما بينا مرتبطة برئاسة الوزراء، وعلى البرلمان العراقي أن يذهب بتعديل هذا القانون وتعديل سلم الرواتب للمتقاعدين، وأيضا شمولهم بكثير من الأمور، مثل حتى المكافآت في الأعياد في المناسبات يجب أن تعطى هذه الشريحة، لأن هذا فينا عمره وأعطى حياته وأعطى كل طاقته وشبابه من أجل خدمة العراق وأبناء العراق. حضرتك كنت نائب سابق لمحافظ البصرة، وأكيد يعني عندك خبرة بالإدارة المحلية، اليوم البصرة شنو تحتاج حتى ترجع هي واجهة العراق الاقتصادية، نقدر نستثمر الطاقات الشابة، إعادة تنشيط عمل المصانع والمعامل والموانئ؟ نعم،
أنا تصحيح للمعلومة، أنا كنت عضو مجلس محافظة في مجلس محافظة البصرة، نعم، وليس نائب للسيد شكرا المحافظ. شكرا للتصحيح. وأكون بخدمتكم. نعم، الله يحفظكم ويسلمكم. طبعا هناك قانون عكفت عليه المخلصين من أبناء هذا البلد، وهو قانون، نعم، البصرة العاصمة الاقتصادية. إذا ظهر هذا القانون بتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع تنتهي كل المشاكل في البصرة، بل حتى يمتد الخير إلى المناطق المحافظات القريبة من البصرة. وهذا القانون كبير يعني وشرع و الجانب الإيجابي وين؟ نعم، قانون توضح لنا. نعم، القانون الإيجابي في أول شيء في خدمات المواطن كعموم لأبناء البصرة، اعتبار، نعم، راح تكون فيها أمانة مثل أمانة بغداد، ولا تخصيصات مالية غير التخصيصات اللي تخصص إلى المحافظ، وبالتالي هذه الأموال تصرف على يعني الخدمات، البنى التحتية، الكهرباء، الشوارع، هذا من باب الخدمة. وأما الأمور الأخرى هو تفعيل أو بناء وتأهيل المصانع المتهالكة وإضافة أعداد جديدة من أبناء البصرة، وأيضا الذهاب بإنجاز ميناء الفاو، وأيضا راح يأخذ عدد كبير من أبناء البصرة في العمل في هذا المجال. وكذلك القطاع النفطي، العمالة الأجنبية تغزو العراق، نعم، العمالة الأجنبية تغزو العراق. والقانون تعرفين لما تبرم الاتفاقيات بين في وزارة النفط أو مع رئيس الوزراء في القطاع النفطي أو من يمثل، نعم، هذا القطاع في أي اتفاق، تكون مطالبتهم خجولة في قضية العمالة. نعم، السيد أمين وهب، كنت معي من محافظة البصرة، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في المرصد الخبري. أكدت وزارة النفط أن ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في الأسواق العالمية مرهون بعدة عوامل بينها العرض والطلب. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن ما تهدف إليه منظمة أوبك وأوبك بلس والعراق جزء منهما هو تحقيق استقرار في السوق النفطية ينعكس إيجابا على اقتصاديات الدول سواء المستهلكة أو المنتجة، مبينا أن تحقيق التوازن والأسعار المناسبة أمران مهمان للمنتجين والمستهلكين مع الطموح لأسعار واقعية. وبين جهاد أن وصول الأسعار إلى 100 دولار للبرميل تفرضها زيادة بالطلب على النفط لظروف كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي بينها الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن زيادة الطلب ينعكس على أسعار النفط، ولفت إلى أن أوبك بلس تراقب عن كثب تطورات السوق، وإذا كان هناك نقص في الإمدادات تقوم بضخ زيادات محسوبة وبالعكس. استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد الشيوع السوداني معاون رئيس روسيا الاتحادية إغوار ليفيتين والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة منهاج الزيارة المرتقبة للسودان إلى موسكو. وأشار رئيس الوزراء إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط العراق مع روسيا ورغبة الحكومة العراقية بتعزيزها، مؤكدا إطلاق العراق مشروع طريق التنمية مع مشروع ميناء الفاو الذي يعد مشروعا اقتصاديا مستداما ضمن سياسة الحكومة في التحول نحو الاقتصاد المتعدد وعدم الاعتماد على النفط، فضلا عن أهميته لدول المنطقة وتحقيقه التكامل مع الممرات الاقتصادية الأخرى. عقد المجلس الوزاري للاقتصاد جلسته 29 فيما اتخذ عددا من القرارات، وصوت المجلس على عدم منح موافقات وإجازات جديدة للمطاحن ولمدة 5 سنوات من تأريخ صدور القرار، مع منع ترويج معاملات نقل الملكية للموافقات والإجازات إلا بعد إكمال التأسيس والتشغيل، فيما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة
تقوم بالكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة للمطاحن من قبل وزارة التجارة للتأكد من قيامهم بالمباشرة بالتنفيذ. كما وافق المجلس على زيادة كلفة مشروع إنشاء تقاطع السويس المجسر في مركز محافظة الموصل، وكذلك زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الإمام علي عليه السلام في مدينة الصدر. أظهرت وثيقة صادرة من البنك المركزي العراقي تعليمات لشركات الصرافة، حيث كشفت الوثيقة الصادرة من البنك المركزي العراقي إلى شركات الصرافة لإنهاء تواجدها في طوابق داخل مبان، وحدد المركزي مهلة الإخلاء 6 أشهر لغرض نقل المقرات إلى أماكن تليق بل تليق بطبيعة النشاط من أجل التأكد من استدلال الزبائن على الشركات. شهدت العاصمة الإيرانية طهران انطلاق أعمال مؤتمر الوحدة الإسلامية بنسخته 37، وذلك بمشاركة 41 دولة لإرساء السلام بالتزامن مع مولد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحمد علي. تزامنا مع ذكرى ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، شهدت العاصمة الإيرانية طهران انطلاق أعمال المؤتمر الدولي 37 للوحدة الإسلامية، ويشارك في المؤتمر علماء ومفكرين من 41 بلدا يمثلون مختلف المذاهب الإسلامية لتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف والرؤى تجاه مختلف قضايا العالم الإسلامي. ما يتوقع من هكذا مؤتمر إبراز ما ينبغي إبرازها، وهي الدعوة إلى الوحدة الفكرية، الوحدة السياسية، والوحدة الثقافية، الوحدة الدينية، لكي يتماسك الأمة، لأن الوحدة من أبرز القيم الإسلامية. اليوم نعيش لحظة حاسمة تاريخية، نحتاج اليوم إلى ضرورة ملحة وهي الوحدة. علينا أن نبني ونعد الجيل القادم والجيل الجديد، لن نعده إلا بالوحدة. اليوم إما أن نكون بالوحدة، وإن كان التفرق فيا خيبة المسعى. ويأتي انعقاد المؤتمر 37 للوحدة الإسلامية في ظل أجواء إيجابية سادت العلاقات بين الدول الإسلامية. ربما هذه السنة تختلف شيئا ما بالنسبة للسنوات الماضية، باعتبار المنطقة تمر بنوع من المصالحة، وخصوصا بعد المصالحة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، وساد هذا التفاؤل على سائر بلدان وشعوب المنطقة. ولكي لا تبقى هذه الاجتماعات مجرد خطب وكلمات وأفكار يتبادلها الحاضرون، ينبغي أن تترجم مخرجات هذا المؤتمر على أرض الواقع. يجب أن نكون احنا واقعيين في هذا المجال، ولا نكتفي بمجرد هذه الاجتماعات بصورتها الشكلية، أن المساحة المشتركة بين فصائل الأمة وبين مذاهب المسلمين، المساحة المشتركة مساحة واسعة جدا. المطلوب عندنا بعد رجوعنا إلى بلادنا ندرس هذه الفكرة لتقريب المذاهب، ندرس في مدارسنا ونلقي الخطب في مساجدنا حول الوحدة الإسلامية. بعد رجوعنا لابد أن نطبق هذه الفكرة. كثيرة هي القواسم المشتركة بين المذاهب الإسلامية، وعديدة هي دواعي التوحد بين أبناء الأمة. من هنا تأتي هذه المؤتمرات لتحقيق التعاون الإسلامي من أجل بلورة القيم المشتركة. من الضروري والمهم أن يلتئم شمل علماء المسلمين ونخبهم الفكرية تحت سقف واحد، لكن الأهم هو أن تترجم مخرجات هذه الاجتماعات إلى برامج عملية تسهم في تقريب المسافات بين أبناء الأمة الواحدة. للفرات، أحمد علي، طهران. ختام المرصد، أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.